بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء الأربعاء، هذا اللقاء يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا الأخ أرسل بسؤال يقول: يتداول الناس عبر الجوالات بأن عام 2012 ميلادي هو نهاية الناس وقيام القيامة، وأنه لا بد من الاستعداد والعمل الصالح، حدثونا عن مثل هذا مأجورين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما الاستعداد للقاء الله، الاستعداد لليوم الآخر بالأعمال الصالحة، فهذا أمر مطلوب أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وورد الحث عليه في الكتاب والسنة. وأما معرفة متى تقوم الساعة فهذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما سأله جبريل حضرة أصحابه فقال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي أنا وأنت في الجهل بوقت قيامها سواء، لأن الله طوى علم ذلك عن الخلق، اختص به سبحانه. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. والمطلوب منا الاستعداد بالعمل الصالح، أما أن نعرف متى تقوم الساعة هذا ليس من مصالحنا ولم نؤمر به. والذين يحددون هذا ويقولون ستقوم في يوم كذا، هؤلاء كذبة ومدعون لعلم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، وهذا من المحاولات العابثة التي يقصد بها التضليل وادعاء علم الغيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. وردتنا أسئلة كثيرة قبل بداية البرنامج فضيلة الشيخ صالح. هذا الأخ سين عين ميم يقول: كنا نصلي الجمعة في المسجد في الدور الأعلى، ولما رفع الإمام من الركعة الأولى انقطع الصوت ونحن رافعين من الركوع، ولم يرجع الصوت إلا عند سلام الإمام، فهل علينا أن نكمل ركعة حتى تكون صلاة جمعة، أو علينا أن نصليها ظهرا لأننا لم ندرك ركعة كاملة مع الإمام؟ أدركتم ركعة كاملة مع الإمام، لأنه لم ينقطع الصوت إلا بعد رفع الإمام من الركوع في الركعة الأولى، قد ركعتم معه، معناها أنكم أدركتم ركعة من الجمعة، ومن أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة، يضيف إليها أخرى وقد أدرك الجمعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أنكم قدمتم واحدا منكم وأتم بكم، أو كل واحد يكمل لنفسه، لصح ذلك والحمد لله. نعم. معنا الأخت المتصلة أم محمد من الرياض، تفضلي يا أختي أم محمد، وسؤال مختصرا لو سمحتي. السلام عليكم. السلام. شيخ، حكم ذكر الله بالقلب مثل أن أقول استغفر الله بدون ما أحرك بها شفتيني؟ لا يعتبر الذكر بالقلب كافيا، لا بد من التحرك، تحرك اللسان به، وأن تسمع
صوتك بالذكر، وأما ذكر الله بالقلب فهذا لا يكفي عن النطق. نعم. جزاك الله خير يا شيخ. حكم لبس التنورة اللي فوق الكعب، فوق الكوع بشبر. المطلوب من المرأة المسلمة أن تستر نفسها باللباس الساتر الذي جرت العادة بلبسه في البلد، وأن يكون أيضا واسعا، أن يكون اللباس واسعا، وأن يكون ساترا لا يرى من ورائه شيء، وأن يخلو من الزينة عند الخروج إلى خارج البيت، يخلو من الزينة ويكون سادة. نعم. طيب يا شيخ، حكم لبس البنطلون وتنورة إلين تحت الركبة وتكون واسعة. لا يجوز، لا يجوز للمرأة أن تلبس البنطلون، بل حتى الرجل لا يليق به البنطلون، لأنه غير ساتر من ناحية أنه يبدي أحجام الجسم، ولأنه ضيق فلا يليق بالرجل أن يلبسه، فكيف بالمرأة؟ المرأة مأمورة بالستر الواسع الفضفاض الذي لا يبين شيئا من تقاطيع بدنها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: إذا نزل الجنين من بطن أمه بعد 4 أشهر، لكن يقول الدكتور بأنه ميت في بطنها من زمن طويل، فهل تشرع الصلاة على هذا الجنين أو لا؟ إذا كان سقوطه بعد 4 أشهر فإنه مظنة نفخ الروح فيه فيصلى عليه، ولو قال الدكتور إنه ميت من زمن، هو لا يسمى ميتا إلا إذا نفخت فيه الروح، أما قبل ذلك فحياته حياة نمو، وليست حياة نمو فقط، وليست حياة تكليفية. فيصلى عليه، يكفن، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويسمى، وله أحكام المولود. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يكون الدم النازل في حكم دم النفاس فترة المرأة للصلاة؟ نعم. يقول: الدم النازل من هذه المرأة اللي مات في بطنها الجنين يكون دم نفاس يا شيخ إذا بدأت الصلاة؟ نعم نعم، دم نفاس إذا زاد عن 81 يوم ونزل عليها، سقط حملها ونزل عليها دم بعده، فهو نفاس. طيب. أما إذا نزل قبل تمام 81 يوم فإنه دم نزيف، لا تترك الصلاة من أجلي. نعم. بدران من نجران. ألو. السلام عليكم. الصوت شوي بدران، تكسر التلفزيون شوي. تفضل يا بدران. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ حياكم الله. عندي سؤال يا شيخ، قراءة المصحف بنية الميت. نعم. قراءة المصحف بنية الميت. قراءة القرآن. قراءة القرآن بنية أن أجره للميت، هذا لم يرد به دليل، فهو غير مشروع، ولكن يدعو للميت، يستغفر له، تصدق عنه، يحج أو يعتمر عنه. وأما قراءة القرآن عنه فهذا لم يرد به دليل، قراءة القرآن عمل بدني، ولم يرد دليل في أنها تهدى لغير القارئ. نعم. أحسن الله إليكم. يقول عين عين سين أرسل بسؤالين: شخص قريب لي يملك أرض ويأتيه غرماء له فيردهم بحجة أنه لا مال له، وهو أيضا يريد بذلك أن ترتفع قيمة الأرض حتى يسدد لجميع الغرماء، فإذا سألني أحد الغرماء عما يملك هل يلزمني أن أخبرهم عن ذلك؟ نعم، هو مطالب بالدين ولا يؤخر الدين. إذا كان عنده أرض لها قيمة وقد حل عليه الدين وليس عنده ما يسدد به، فإنه يجب عليه أن يبيع الأرض وأن يسدد للغرماء ولا يماطل بهم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل أيضا: إذا حدد الدائن والمدين وقتا للسداد ولما حل الأجل طلب المدين من الدائن أن يمدد الأجل مع قدرته على السداد، فهل يعد هذا من مطل الغني؟ إذا سمح من له الدين بذلك فليس هذا من مطل الغني، أما إذا لم يسمح وما طلبه فهذا هو مطل الغني الذي هو ظلم يحل عرضه وعقوبته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. معنا اتصال من الأخت ريم من الرياض. السلام عليكم. تفضل. عليكم السلام. أسعد الله مساءكم بكل خير. الله يحييك، تفضلي. لو سمحت، أنا عندي كذا أبغى أناقش الشيخ في موضوع سؤالين. بالنسبة للموضوع، بعض الناس يعني يخون التعبير في بعض الكلمات، مثلا يقول الملك المعظم أو يقول يطلق على مكان ما مثلا استوديو وكذا. أنا سمعت هالشيء، يعني مثلا يقول المنبر المعظم، فأحيانا يخونه الإنسان في بعض التعبير. فأتمنى من الشيخ أنه يوجه كلمة ونصيحة لهؤلاء. والسؤال الثاني، زكاة المال، أنا ما أعرف أزكي يعني عن المال، ويعني لازم نسأل عليها الحول. طيب. والسؤال الثالث، نعم، السؤال الأول. طيب. بالنسبة للإستخارة، هل يجوز أن يستخير يعني لأي شخص من أهلي دون علم؟ خلاص، واضح. تسكت. نعم. تفضلي. تفضلي شيخ. نعم، السؤال الأول، المبالغة في التعظيم للأشخاص أو للأمكنة لا يجوز هذا، لأن هذا يعتبر نوعا من الغلو، فتسمى الأسماء بأسمائها بدون مبالغة. وأما السؤال الثاني، إذا كان عندها مال يبلغ النصاب وحال عليه الحول فإنها تجب فيه الزكاة. نعم. وبالنسبة للاستخارة، فضيلة الشيخ، هل لها وقت محدد وهل هي في جميع الأمور؟ إذا هم وقتها، إذا همت بشيء، إذا هم الإنسان بشيء ولم يتبين له أو يترجح لديه المضي فيه أو تركه، فإنه يصلي صلاة الاستخارة ركعتين ثم يدعو بعدها بالدعاء الوارد في الاستخارة. نعم. أحمد من الرياض، تفضل أخي أحمد. السلام عليكم. السلام. لو سمحت شيخ، بستفسر الله يعافيك عن شخص أخذ من والده قبل وفاته مبلغ وقال له أبي أنمي المبلغ هذا بحيث أني أي مكسب يجي أخذ جزء وأعطيك أنا الباقي. فبعد 3 سنوات توفى والده وأخذ المبلغ هذا، وعنده أخوان، وأخذ المبلغ ووضعه له في البنك، في حسابه في البنك، ونمى المبلغ هذا وأصبح ملايين، وأنكر على أخوانه أن ما لهم عنده شيء وأن والده ما أعطاه شيء. فالآن يا شيخ، كيف العمل حتى يصلون لإثبات حقهم مثلا ويأخذونه منها؟ الله يجزاك خير ويرحم والديك إن شاء الله. والله يا أخي، إذا كان اتفق هو ووالده على أن يأخذ مالا من مال الوالد ويشتغل به ويتاجر به والربح بينهما، فهذه مضاربة، هما على ما شرط وعلى ما عقد. وما دام المسألة فيها خلاف بينه وبين الورثة فيرجعون إلى المحكمة الشرعية لحل هذا الخلاف. نعم. أحسن الله إليكم. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة أيها الإخوة والأخوات، ومع لقاء مع فضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان في برنامج فتاوى، مع أسئلتكم واستفساراتكم. يقول هذا السائل: يا شيخ، هناك رجل عاجز لا يستطيع الوضوء ولا التيمم للصلاة، فهل يلزم من علم بحاله من الناس سواء كانت تربطه به صلة أم لا أن يقوم بإحضار الماء له أو التراب وأن يقوم بتطهير أعضاء وضوئه إن احتاج الأمر إلى ذلك؟ نعم، هذا من التعاون على البر والتقوى، فينبغي لمن علم بحاله من أقاربه أو غيرهم أن يساعده على الوضوء وعلى الصلاة. وأما اللزوم فلا يلزم هذا،
لا يلزم الإنسان أن يقوم به، لكن من باب فعل الخير والتعاون على البر والتقوى فإنه يبادر بهذا الأمر. وأما إذا لم يتيسر من يساعده، دخل عليه الوقت ويخشى أن يخرج الوقت ولم يأتي من يساعده على إحضار الماء، وليس عنده ما يتيمم عليه من تراب أو شيء عليه غبار طهور، لم يتمكن لا من الوضوء ولا من التيمم، فإنه يصلي على حسب حاله بدون وضوء وبدون تيمم، ولا يترك الصلاة لقوله سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، مع قوله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم. شكرا للأخ السائل أبو عبد الله الأسعدي، ونعود إلى أسئلة الإخوة والأخوات، ونأخذ اتصال من الأخت أحلام من المدينة النبوية. تفضل يا أختي أحلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي. يا شيخ، أنا طالبة متخرجة من الثانوية في تحفيظ القرآن. نعم. نعم. وإحنا ختمنا القرآن 3 مرات في المدرسة. طيب. مدة 12 سنة. طيب. إحنا الحين حافظين كم جزء. كان المعلمات يقولوا أنتوا أكثر الناس محاسبين يوم القيامة. طيب. نعم. شكرا. لا شك. تفضل يا شيخ. لا شك أن الذي يقرأ القرآن أو يحفظ القرآن أو يسمع القرآن، لا شك أنه يجب عليه العمل به، ولا يكتفي بمجرد الحفظ أو بمجرد التلاوة. طيب. وإنما يجب عليه العمل به وأداء الواجبات، ترك المحرمات، والإكثار من الأعمال الصالحة. فالمقصود من القرآن والمقصود من الأحاديث ومن العلم العمل بذلك، لا مجرد حمل القرآن أو حمل الأحاديث أو حمل الفقه بدون عمل، فإن هذه طريقة المغضوب عليهم، وهم اليهود الذين عندهم علم ولم يعملوا به. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: يا شيخ، مجموعة من الشباب خرجوا للنزهة برية ويخرجون، فهل يلزمهم أن يحملوا معهم الماء للوضوء به إذا حضرت الصلاة؟ لا يلزمهم ذلك، الله جل وعلا وسع الأمر، فإذا حضرت الصلاة وليس عندهم ماء والماء بعيد تناوله عنهم فإنهم يتيممون. قال تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وأيضا إذا كان الماء الذي معهم لا يتسع لحاجتهم ولوضوئهم فإنهم يوفرون الماء لحاجتهم ويتيممون، لأنهم في حكم العادم للماء. وكذلك إذا كان عنده ماء ولكنه لا يستطيع، إذا كان عنده ماء كثير ولكنه لا يستطيع استعماله لمرض فإنه يتيمم أيضا. نعم. إذن أجبتم فضيلة الشيخ على هذا السؤال، لأنه له فقرة في آخر الأداء في آخر السؤال. يقول: المسافة الواجب عليهم أن يقطعوها للحصول على الماء؟ حسب الإمكان، هذا حسب. طيب. الإمكان. نعم. أحسن الله إليك الشيخ. أحمد تفضل معنا على الخط. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله. حيا الله الشيخ. يا شيخ، يا شيخ، عندنا سؤال الله يبارك فيك. وعطت واحد شيء بهدية وحلفت يمين كبير، يعني صارت بالهدية عليه. والسؤال الثاني: هل النذر يعيق عن الأرزاق؟ يعيق؟ نعم. يعيق الأرزاق. طيب، شكرا، خلاص. الله يبارك. بارك الله فيك.
تفضل فضيلة نعم الشيخ. السؤال الأول يقول إذا أهدي لي هدية فضيلة الشيخ هل أخذها وما هو شروط ذلك؟ نعم، إذا أهدي لك هدية مباحة ولم تكن بسبب يعني أنك موظف، يهدى لك من أجل وظيفتك فتأخذها. أما إذا كان يهدى لك لأنك مسؤول ويريد المهدي أن تحيف معه أو أن تقدمه على غيره فهذه رشوة محرمة، سحت، وملعون من دفعها وملعون من أخذها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية، كان يقبل الهدية ويثيب عليها. نعم أحسن الله إليكم. بالنسبة يقول كثرة النذور هل هي تعيق الأرزاق؟ لا ينبغي للمسلم أن ينذر، بل هو في سعة، ولكن إذا نذر نذر طاعة وجب عليه الوفاء، لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه، مع قوله تعالى وليوفوا نذورهم، وقوله تعالى في الأبرار يوفون بالنذر، فيوفي بنذره إذا كان نذر طاعة. ولا يسبب النذر وكثرة النذور تسبب منع الأرزاق، ولكنه لا ينبغي الدخول في النذر ابتداء، إذا دخل به وهو نذر طاعة وجب عليه الوفاء به. ولا يعتقد أن النذر هو الذي يجلب له الرزق أو يدفع عنه المكروه، قال صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. نعم أحسن الله إليكم وبارك فيكم. رسالة وصلت من السائل أبو سليمان يقول الشيخ صالح بعض كبار السن عندنا لا يسمعون صوت الإمام واضحا لثقل في سمعهم، فنجد الواحد منهم يقوم من الركوع أو من السجود بناء على ظنه، فهل تصح صلاته؟ إذا لم يتعمد مسابقة الإمام فصلاته صحيحة، ولكن عليه أن يقرب من الإمام مهما أمكن، أو يجعل آلة يسمع بها صوت الإمام، يحرص على ذلك. وإذا حصل منه شيء لم يتعمده، مسابقة لم يتعمدها، فصلاته صحيحة، وإن تنبه فإنه يعود ويكون بعد الإمام في الركوع والسجود وأعمال الصلاة. نعم الحقيقة الأخ أبو سليمان أيضا يا شيخ أشار إلى ملحوظة أو نقطة مهمة، وهي يقول بعض الناس عندما يقوم من السجود إلى القيام بثقل يشرع في قراءة الفاتحة قبل أن يستتم قائما، فهل صلاته صحيحة؟ في النافلة لا بأس، وأما في الفريضة فلا يشرع في الفاتحة حتى يعتمد قائما، إلا إذا كان يعجز عن القيام فلا بأس أن يصلي جالسا ويقرأ الفاتحة وهو جالس. نعم الأخ أبو عبد الرحمن من عنيزة أرجو أن تبعث بفاكس آخر لأن الفاكس الأول فيه بعض الأسطر لم تتم. معنا أبو عبد الله، تفضل أخي أبو عبد الله. أبو عبد الله السلام عليكم. السلام، مساك الله بالخير. الله يحييك، تفضل. اقصر التلفزيون أبو عبد الله، اقصر التلفزيون. طيب. الله يحفظك، تفضل يا أخي الكريم. تفضل. سؤال واحد بس يا فضيلة الشيخ. نعم. السؤال طال عمرك من هكا الثوم، هل يجوز له يصلي في البيت أم يصلي في المسجد؟ أيهما أفضل يعني؟ شكراً. أول شيء تجنب أكل الثوم عند حضور الصلاة، أو أكل البصل أو ما فيه رائحة كريهة لئلا يؤذي المصلين. فإذا بقيت فيه رائحة الثوم أو البصل أو الروائح الكريهة فإنه لا يذهب إلى المسجد حتى تزول عنه الرائحة ويصلي في بيته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مصلانا وليصلي في بيته دفعا للأذى. نعم أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ أبو صالح من القصيم يسأل ويقول
يسأل كثير من أصحاب المحلات التجارية عن عمل يقومون به، وهو أن صاحب المحل يتفق مع شخص على أن يقوم باستلام المحل وله مطلق التصرف فيه من بيع وشراء ونحو ذلك، وعلى هذا الشخص أن يعطي صاحب المحل كل شهر مبلغ معين قد اتفق عليه ورضي كل منهما بذلك، فهل يصح مثل هذا العمل؟ هذا ما يسمى بالتستر، وهذا يعمل مع الأجانب الذين لا يسمح لهم بفتح محلات، فيلجؤون إلى فتحها باسم أشخاص مواطنين ويدفعون لهم مقدارا من المال، وهذا لا يجوز لا شرعا ولا نظاما، وهذا ممنوع. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نأخذ اتصال من الأخ عبد الرحمن من الطائف، تفضل أخي عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا عندي ثلاث أسئلة. تفضل. السؤال الأول، أنا يجوز قطع الإشارة لأن ما ورد السنة، يعني ما في دليل يمكن من القرآن والسنة يجوز أن يقطع الإشارة إذا سكت السيارة. قال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقطع الإشارة إلقاء إلى التهلكة لما فيه من الخطر على السائق والخطر على الناس الآخرين، ولما فيه من معصية ولي الأمر، فعليه أن يلتزم بالانتظار حتى تفتح له الإشارة. نعم. السؤال الثاني. السؤال الثاني، يعني الكثير من الناس ما يلتزم بآداب النصيحة، وش آداب النصيحة؟ الكثير من الناس ما يلتزم بها. شكرا. النصيحة من كتاب الله ومن سنة رسوله بالتخويف وبالترغيب من الكتاب والسنة، والحث على العمل الصالح، والحث على التوبة إلى الله من الأعمال السيئة، وتكون بالرفق وبالموعظة الحسنة وبالجدال بالتي هي أحسن. نعم. يا السؤال الثالث، أنا في مدرسين في الجامعة يخلون الطلاب يعني يغشون، ما أدري الطالب هل يلزم، الكثير من الطلاب ما ينكر على الأستاذ الجامعة إذا سمح للطلاب بالغش. واضح السؤال، شكرا. لا يجوز للمدرس أن يسمح للطلاب أن يغشوا في الامتحان، لأن هذا من الخيانة ومن المساعدة على الخيانة، وهذا يترتب عليه أضرار بالطالب وبالمجتمع، ويكون فيه تزوير للشهادات وللنجاح، فلا بد من الصدق والأمانة، والذي يتسامح مع الطلاب لا يجوز أن يجعل مراقبا، بل يجب إبعاده عن الطلاب. نعم. أحسن الله إليكم. الأخت السائلة ميم حاء واو تقول: ما حكم لبس الشعر المستعار وهو ما يسمى بالباروكة لفترة مؤقتة بالنسبة للرجال من باب التمثيل للتحذير عن بعض العادات التي يمارسها بعض الشباب هداهم الله؟ أولا، التمثيل لا أصل له، وهو من العادات المستوردة وفيه محاذير، وثانيا لا يجوز لبس الباروكة لا للرجال ولا للنساء، لأنه من الوصل الملعون من فعله، لعن صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة، فلا يجوز هذا العمل من ناحيتين: من ناحية أن التمثيل لا يسمح به شرعا، ومن ناحية أن وصل الشعر بشعر آخر لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم. وصلنا هذا السؤال فضيلة الشيخ، يقول: إذا أردت الزكاة وأنا لا أعلم أي المال حال عليه الحول، هل أزكي عن جميع مالي أم أفرقه، وما هي الطريقة؟ وإذا كنت مسلف شخص، هل أزكي عن المبلغ الذي سلفته هذا الشخص؟ نعم، تزكي المال الذي بيدك، وتزكي الديون التي لك في ذمم الناس، لأنها ملكك، وإذا شق عليك أن تراعي حول كل مبلغ على حدة، فإنك تزكي الجميع، ما تم حوله وما لم يتم حوله، إلى دور السنة القادمة تجعل لك موعدا من السنة تخرج فيه زكاتك، وهذا هو الحل المجزي والمبري للذمة إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. نعود إلى اتصالات الإخوة والأخوات ونأخذ اتصال الأخ بدر من المدينة. تفضل أخي بدر. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ عندي سؤال بارك الله فيك يا شيخ. تفضل. هو هل يجوز القصر والجمع في مسجد ميقات ذو الحليفة لمن أراد السفر من أهل المدينة إلى مكة؟ والله يا أخي مسجد ذو الحليفة الآن اللي يظهر لي أنه اتصل بنيان المدينة به فصار داخل المدينة فلا يقصر ويجمع فيه وهو من أهل المدينة لأنه لم يخرج من البلد. أما إذا كان إن الميقات منفصل عن البلد فلا بأس بالقصر والجمع فيه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول بالنسبة للوساوس في الصلاة، هل هذه الوساوس تبطل الصلاة وأعيدها؟ الوساوس لا تبطل الصلاة، ولكن عليه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في بداية الصلاة بعد الاستفتاح، وعليه إذا عرض له الوسواس أن يرفضه وأن يقبل على صلاته، فإن استمر معه الوسواس والهواجس فإنها تنقص أجره في الصلاة، لكنه لكنها لا تبطل الصلاة. نعم. يقول هذا السائل يا شيخ، قرأت حديث من صلى لله 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، يقول هل هذه تخص 12 ركعة رواتب أم أن المسلم يصليها جميعا؟ الروات هذه في الرواتب مع الفرائض، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر وهما أكدها، فيحافظ عليها إلا في السفر إذا قصر فإنه لا يأتي بالرواتب إلا راتبة الفجر، فإنه لا يتركها لا حضرا ولا سفرا. نعم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول بأنني مريض منذ سنوات وأعاني من آلام في الكلى وأريد أن يعني أخذ أجر الجماعة ولا أفرط في صلاة الجماعة، فما حكم صلاتي في بيتي؟ إذا كان يشق عليك حضور الجماعة فتصلي في بيتك ولك الأجر إن شاء الله بنيتك حضور الجماعة لو استطعت. نعم. تفضلي يا أختي أم علي من الرياض. تفضلي. السلام عليكم. عليكم. ألو. عليكم السلام. نعم. يا شيخ، ما حكم لو صليت سنن الرواتب قبل دخول الوقت بضع دقائق؟ طيب، لا تصلى الرواتب إلا بعد دخول الوقت، ولا فيه شيء قبل الفريضة إلا الظهر، فلا تصلى الراتبة التي قبلها إلا بعد دخول الوقت، وأما بقية الرواتب فإنها بعد الفرائض إلا راتبة الفجر أيضا، راتبة الظهر التي قبلها وراتبة الفجر قبلها، هذه لا بد من دخول الوقت. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا يسأل عن الاعتداء في الدعاء، ما معنى هذا وما مثاله؟ أن يدعو على أحد لا يستحق الدعاء عليه لأن هذا ظلم، أو أن يطلب شيئا لا يليق به كأن يطلب أن يكون في منزلة الأنبياء أو مع الأنبياء، هذا من الاعتداء في الدعاء. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل أرسل بمجموعة من الأسئلة يقول هل يجوز أن يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، لا بأس بذلك، لكن لا يتخذ هذا عادة يستمر عليها إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء، أما إذا صلى على غير النبي في بعض الأحيان فلا بأس، النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل على آل أبي أوفى. نعم. البسملة يقول هل هي آية من أول كل سورة؟ ليست آية من السور، إنما هي آية مستقلة تقرأ قبل السور ما عدا براءة، وليست من السور، آية مستقلة من القرآن. نعم. تفضل يا أخي أحمد من الدمام. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام.
خير، جزاكم الله خير ان شاء الله. الله يحفظك. انا اسال الشيخ طال عمرك، انا بالنسبه ل... انا عندي احد الزملاء نعم انصحه يعني كنصيحه للزواج، هو يقول يعني ما يبغى يتزوج، يقول يعني يعني يحط عبره انه يقول لك الدنيا هذه الان صارت غلا ومعيشه وما ادري ايش وهذا. انا قلت له كل شيء للرزاق بيد الله والزواج من عند الله سبحانه وتعالى، يقول انا ما ابي اتزوج. طيب احنا حاولنا فين ما نكون صحاح. بارك الله فيك. هذا واضح السؤال يا شيخ اخي احمد. نعم. يقول الشيخ نريد نصيحة لصديق الله، يقول ننصحه بالزواج وقد تقدم به العمر، يقول هناك غلاء للمعيشة وتغيرت الأحوال وكذا، فيريد منكم نصيحة. نعم، لا شك أن الزواج مرغب، المبادرة بالزواج مرغب فيها، وإذا كان يخاف على نفسه من الوقوع في الفاحشة فإنه يجب عليه أن يتزوج مع القدرة، قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. والله جل وعلا قال: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فيبادر بالزواج، يستحب له تسليمتين قبل الظهر، أقبض تسليمتين، هل أصليه وأنا مسافر ولا ما أصليه؟ طيب. والسؤال الثاني، أنا إذا قريت التحيات أتشهد وفي الأخير أصلي على النبي، هذا يجوز ولا لا؟ طيب شكرا. جزاك الله خير. طيب فضيلة. نعم. 5 أيام تقول بأنها مسافرة، هل تقصر؟ قصدها يعني أقامت 5 أيام. نعم يا شيخ. إذا نوت الإقامة أكثر من 4 أيام فلا يجوز لها القصر، فإنها من حين تنوي الإقامة تتم الصلاة، لأنه انقطع السفر بالإقامة الزائدة على 4 أيام. أما إذا لم تنوي الإقامة ولكن أقامت 5 أيام بدون نية وهي لا تدري متى تواصل السفر، فلا بأس أن تقصر لأنها ما زالت مسافرة. نعم. تقول: هل تلتزم بالنوافل وخصوصا صلاة نافلة الظهر؟ في السفر إذا قصرت الصلاة فإنها لا تأتي بالرواتب، تقتصر على الصلاة فقط 2 ركعات، إلا في الفجر فإنها لا تترك راتبة الفجر قبلها. نعم. أحسن الله إليكم. في التشهد فضيلة الشيخ وعند قراءتها للتحيات تقول تقدم عبارات على أخرى، هل لابد من الترتيب في قراءة التشهد؟ عليها أن تتعلم التشهد الأول والتشهد الثاني، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علم أصحابه التشهد في الصلاة كما يعلمهم السورة من القرآن، عليها أن تتعلم التشهد الأول والتشهد الأخير. نعم. الأخ علي من عسير، تفضل أخي علي. السلام عليكم. عليكم. ألو. عليكم السلام. مساكم الله بالخير. الله يحييك، تفضل. حياكم الله يطول لي عمرك. عندي سؤال، سؤالي طال عمرك، احنا لما تقام الصلاة ويتقدم الإمام يقول استووا للصلاة واعتدلوا، واحد من المأمومين يرد عليه، ما يرد عليه، يقول إن شاء الله، هل يجوز كذا ولا بلا؟ طيب شكرا، واضح السؤال. لا هذا ما هذا لا يشرع هذا الشيء، يعتدلون بالفعل دون الكلام ولا يقول إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. وصلنا هذا السؤال فضيلة الشيخ، يقول نحن على مقربة من شهر الصوم المبارك وأنا أعاني من الربو، فهل هناك مانع بأن أخذ بخاخ الربو وأنا صائم؟ الله، هذا فيه إشكال، وصدر فيه فتوى من اللجنة الدائمة بجوازه، ولكن فيه إشكال من ناحية أنه يشتمل على مادة دوائية، يشتمل على مادة دوائية مخلوطة معه، وفيه أيضا شيء من الماء يصل إلى الحلق ويتسرب إلى الجوف، فالأولى ترك ذلك إلى الليل،
وإذا كان لا يستطيع أن يصوم إلا بالبخاخ هذا مريض، له أن يفطر ويقضي من أيام أخرى. نعم. أخيرا نختم هذا اللقاء بفقرته، يقول أنا إمام مسجد، هل لابد من ختم القرآن في مسجدي يا فضيلة الشيخ؟ نعم، إمام المسجد يستحب له أن يوزع القرآن على ليالي رمضان في صلاة التراويح وصلاة التهجد في العشر الأواخر حتى يكمل القرآن بالمصلين ليسمعهم القرآن، هذا هو السنة التي عليها سلف هذه الأمة. نعم. شكر الله لكم وفضيلة الشيخ صالح ورفع ذكركم في الدارين، وجزاكم عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات في لقاء الأربعاء مع هذه الفتاوى القيمة. شكرا لكم أنتم أيها السادة على متابعتكم وتواصلكم معنا، شكر موصول لزملائي في استوديو الطائف الذين رتبوا هذا اللقاء، كما أشكر زملائي في استوديو الرياض. هذه تحية من زميلي مخرج هذه الحلقة أحمد العتيبي، يتجدد اللقاء إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.